شكرا يا دكتور علي. بس انا ما اعرفش يعني انت في فرصه انك انت تخلي السرنجات اللي هي ذاتيه التدمير ديت، لان هو ده اللي احنا عايزين نروح له وبنستهدفه. احنا مستعدين برضو نساعدك في انك انت يعني جزء من اللي بيتعمل او كله يبقى ذاتيه التدمير. يعني اتفضل، احنا مستعدين نساعدك ونديك حوافز وامتيازات عندنا. اتفضل. شكرا يا فندم. هو حضرتك الماكينات اللي عندنا حاليا لصناعه السرنجات العاديه ذاتيه التدمير، ممكن موديفيكيشن بسيط في الماكينات تشتغل ذاتيه التدمير، مجرد بس هنجيب استنباط مناسبه ونعمل موديفيكيشن شويه في الماكينات تبقى تشتغل ذاتيه التدمير ان شاء الله. طب احنا عايزين كده، وقول لي نعمل لك ايه عشان تحولهم وتنتج سرنجات ذاتيه التدمير. انا بقول لك عشان التدمير. مش يعني فكر فيها حضرتك. لكن احنا معاك في ان انت يبقى كل النهارده الحاجات اللي بتطلع للسرنجات اسمح لي ان هي تبقى ذاتيه التدمير لو امكن. وايه اللي ممكن نعمله معاك عشان نساعدك انت وغيرك اللي شغالين في المجال؟ يعني شكرا جزيلا.